الشروق وبقنواتها الثلاث تجدد العهد مرة أخرى للمشاهد الجزائري من خلال برنامج رمضاني ثري ومنوع في سهرة إطلاق عرفت حضورا غفيرا للأسرة الفنية ومختلف الفاعلين الاقتصاديين. هذا رمضان نعد مشاهدينا الكرام أننا قد أعددنا لهم برنامجا ثريا متنوعا، أعتقد أنه سيكون الأكثر ثراء والأكثر تنوعا والأكثر غنى. قناة الشروق وخلال شهر رمضان وضعت باقة منوعة من البرامج التي تلبي حاجيات كل الأسرة الجزائرية بمختلف توجهاتها وأذواقها، حتى تكون بذلك ودون منازع قناة كل العائلة الجزائرية. برامج تلخص إصرار مجمع الشروق على اعتلاء المنصة والمحافظة على الريادة مهما كانت الأسباب ومهما كانت الظروف. الشبكة البرامجية والمخطط الذي أعددناه راح يكون المنافس الشرس والقوي لمختلف الشبكات البرامجية في رمضان. لحظات من المتعة، الضحك والفرجة سيعيشها الجزائريون طيلة الشهر الفضيلة. إذن ابقوا معنا، ارموا جهاز الريموت فلقناة بعد الشروق في رمضان.